السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ نتمنى ان شاء الله يا ربي هذا الفيديو يلقاكم في احوال طيبه. اليوم حلفت على هذه المجوره ديال هذا البيت، تنجلس لباباهم اليوم نقدم اوريتكم الحاله ديال البيت. كي صباح البنات اليوم خلاو ليا البيت، نورمالمون كاينو دوك يجمعوا بلاصتهم واخا ماشي شي جميع، خصوصا بنتي الصغيره. المهم كيقادو حاجتهم هما اللي كيقادو، يطوو بيجاماتهم اللي بتمشي للوسخ يديوها. اليوم خلاو ليا داكشي هكذاك، ما نكذب على الحوايج الموسخين اللي حيدوا داوهم. بالنسبه لاول حاجه هادو كتسولوني عليهم بزاف، راه ملي كنت بارطاجيت معكم الجوله ديال بيت البنات خليت لكم الصفحه ديال الانستغرام عند من خديتهم، ديسان اي دي ديكو هما عند من كنت خديتهم. المهم هانتوما كيف ما شفتوا وريتكم الحاله كيف ما هي. اول حاجه دست نقدها هي نطوي لهم هاد الكويشات ديالهم، حطيتهم اليوم صراحه ما درتش شي حاجه، لان اصلا لي دغا في الاول د السيمانه انا كنبدلهم دائما، يعني باقي نقيين باقي جداد. حطيت بيجامه بنتي الصغيره كانت نقيه، بنتي الكبيره حيدتها، صافي دست لهاد المجوره. بديت اول حاجه هاد المجر هذا دايره فيه غير الالعاب اللي كناخد عند مونجوي، هما سواء غالبا تيكونوا لي جو دو سوسيتي او لا تيكونوا العاب هكا اللي كينميو الذكاء والتركيز عند الاطفال. صراحه عند كيجيب هكا العاب زوينين، وانا الالعاب ديال الصغار داكشي ديال الدراري الصغار تقريبا الاكثريه حيدتو، صافي ما بقاتش كتلعب بيه. ماشي انا صراحه اللي حيدتو، هي اللي كتقتنع كتقول لي ماما صافي هادي ما بقيتش بغيتها، صافي كنحيدها وما كاينلاش نعمر. راكم شايفين البيت ماشي شي مساحه اللي هي كبيره، كنحاول هكا الحاجه اللي ما صالحاش كنحيدها. وانا هاد القاعده عندي في كل شيء، ماشي زعما غير حيت البيت صغير ولا، دائما ما كنبغيش قوه الروينه قوه الكركبه عندي في الدار. اللي صالحه راه تنخليوها، اللي ما لايقاش الشيء تتحيد. وخصوصا الحاجه اللي كنشوفها دوزت واحد المده ما لعبتش بها، ما حركتهاش اولا ما لبستهاش لا في الحوايج لا في كل شيء، صافي كنحيدوها، كنعرفوا راه ما صالحاش هكذا. حتى الجميع الا كتجمعوا ولا ما كيبقاش عندكم صعيب. صافي دست هذا المجر هذا الصاك هذا كندير فيه لي بولتان ديال البنات، كاع لي بولتان كاينين عندهم من الصغر صراحه، لا بنتي الكبيره لا الصغيره. هذوك من بين الحوايج اللي تنخلي لهم ما تنحيدهمش. هذا المجر كنخلي فيه البيرو، كنحاول ما نتقلش على المجوره ديالو. هذا المجر هذا درت فيه غير الاشياء الاساسيه، الا رطيتو البال اصلا ما موسخين المجوره ما والو. كنحاول دائما الحاجه كنخليها كيدي فيها غير مره مره، راكم عارفين دابا مع اصلا كانوا الكتب شي كتبه خصهم يتحيدوا، وهذا داكشي اللي خلى ديك الروينه كاينه، وما كانبيش ندير شي فوق شي، خليتهم محطوطين فوق داك الغونجمون حتى ساليت ليهم باش نقادهم. دست لهاد المجوره هادو، جبت هاد لي غونجمون هادو ديال ايكيا، صراحه هادو زوينين، هما ايكيا كيديروهم على حساب الحمام، جبتهم باش ننظم فيهم هكا البوندوات والباندات والمقابط ديال البنات. صراحه نظموا ليا من داك الشيء الرفيع، وداك الكبير درت فيه البوندوات ودوك الباندات الكبار، واحد درت فيه المقابط دوك اللي كيكون الحجم ديالهم شويه كبير، ودوك المقابط الصغيرين عندي فيهم بزاف هما اللي درتهم في داك الرونجمون الطويل. وخلاص دوك المقبطات اولا دوك الفيليلات اللي كنقول لهم ضربه دريه دوك الكحلين حتى هما كاينين عندي، درتهم في حاجه. المهم هكا كل حاجه شاده بلاصتها وكل حاجه باينه، جا منظم وحتى شكلا صراحه جا زوين. وحتى الا بغيت شي حاجه كتولي لك باينه. وهاد المجر التحتاني دابا هاد لاكومود هادي اولا هاد الطابل دو شوفي اللي كاينه حدا راسهم كنخليها خاصه بالحويجات اللي ديالهم الخاصين بهم. وخلاص دوك اللي جاو عند البيرو راه فيهم الكتب، فيهم اي حاجه عندها علاقه بالقرايه. هاد المنظمات هادو اللي درت في هاد المجر التحت هادو كناخذهم في مرجان، هاد الصغار يمكن الثمن ديالهم شي 9 دراهم ولا ما وصلهاش كاع، صراحه نافعيني هادو. هادو نظمت بهم حتى في البيت عندي، واحد درت فيه لي بارفان، واحد درت فيه السيرومات الشعر، واحد درت فيه لي بوم اليفغ ديالهم. المهم كل حاجه واش درت فيها، واحد درت فيه الكول والمعقمات. البنات بزاف كتصيفطوا لي لي كومونتير كتسولوا على هاد لي بارفان ديال البراند كوليكشن اللي كنت بارطاجيت معكم ديال 80 درهم، كتقولوا لي كيجاوك. صراحه البنات اشنو غنقول لكم، والله العظيم ماشي اشهار، انا عجبوني.
هذا الفيديو هذا فاش كنصور معكم بعدا هي مون باغي راه انت الاصليه ديالها. انا جاتني بحال لا من راح من ناحيه الريحه ولا من ناحيه انها كتبقى لدرجه كنديرها في بيجامتي والغد ليه كتكون باقا في البيجامه ديالي. انا بعدا على هاد جوج مون باغي وسكوندال صراحه عجبوني بزاف. شوف البنات شحال ديال الكتوبه اللي خرجت، راه قاديت هذوك الطابل شوفي اللي حاشيه تحت البيرو حتى هو قاديته. هنايا كنت رشيت البرودوي ديال هاد اسبيروكس هاد الصفر رشيته صراحه ينفع من داكشي رفع كيحيد لي طاش خصوصا الستيلو هذا، وجيت كندوز هكا مسحت لان كانوا عندي لي طاش في الطابل شوفي وفي البيرو صافي حيدتهم ورديت كل حاجه بلاصتها. وجيت هنايا بغيت نبارطاجي معكم دي رومون جداد اللي خديت، هادو خديتهم عند واحد السيد في سوق الحد هو اللي كناخد عنده بزاف الروايات تبارك الله. كنلقى عنده الروايات اللي غابرين خصوصا ديال لونغلي ما كنلقاهمش بزاف، ما كاينش لو شوا نهائيا اللي ديالهم. وهاد الكاتبه هاد كولن هوفر هادي راه معروفه الروايات ديالها صراحه الاكثر مبيعا تقريبا، وصعيب انكم تلقاوهم تبارك الله كاينين عنده. غير واحد الحاجه راه الروايات اكيد زادوا في الثمن، دوك ديال 30 درهم 35 راه دابا ما كاين غير 40 50 درهم، ودوك ديال 40 درهم راه واصلين حتى 30 درهم. خديت هذه السيري الثالثه ديال قواعد غارتين صراحه هاد الروايات من بين الروايات المفضلين عندي، وكاين الجزء الثالث ديالها اخيرا لقيته تقريبا راه عندي اكثر من عام باش كاينين عندي وما كنتش لقيت الجزء الثالث ديالها، دابا صافي لقيتو. حاولت هكا نجي نرد كل حاجه بلاصتها. طبيعه الحال راه دائما تنقولها لكم هنايا كنحط غير الروايات اللي خصهم يتقراو، هكا كنعرف اللي قراوها راه كنعاود نحيدو. فين كنحطهم راه حاليا نديرهم في داك الغونجمون ديال ايكيا تما حاليا فين كنحط الروايات اللي قراو. هكا كي قلت لكم كنعرف الروايات اللي تقراو كنحيد وكنعرف شنو غادي نجيب. وما تدوش على الشرجم حاطه في هذوك السبرديلات تصبنو وحطيتهم تما صافي. من بعد ما ساليت دوزت لاسبيراتور البيت نقي ما كانش محتاج جفاف صافي، غادي ندوز غير لاسبيراتور وغادي نجر معايا لاسبيراتور لعند الدار. هنايا ديك الروايه ديالي ديال الاربعونيه اللي غادي نبدا ديال احمد الشقيري، الروايات ديالو صراحه زوينين اصلا، هو معروف لا البرامج لا الروايات ديالو زوينين. صافي ساليت كانت هذه هي لاطاش عندي اليوم، حاولت نحيدها. هنايا نتوما شوفوا هذا المجرى هذا صراحه كرجع دابا منظم وحتى شكلا كيبان زوين، ماشي كيف دوك الشبيكات في الاول كانوا قصار ما كيجمعوش مزيان. وهاد التحت كي قلت لكم كندير فيه الحويجات الخاصه هكا بالبنات اللي يبقاو عندهم حدا راسهم، وهذا اكيد راه فيه غير الكتب ديالهم ديال هاد العام لا الدفاتر لا الكتوبه. هكذا مني كل حاجه كتشد بلاصتها صراحه ما كتبقاش روينه، يعني حتى البنات فاش غيجيو غيبدلوا الكتب عارفين غيحيدوا حاجه من الكارطاب اللي حطوها في المجر وياخذوا حاجه. بالنسبه لدوك لي كابل ولي زيكوتور راه درتهم ليهم تما حتى هما شادين بلاصتهم. هاد المجر هذا خليت فيه الحوايج ديالهم الاساسيين، وهاد الروايات اللي حيدت دابا ما لقيت صراحه فين غنديرهم تا عاوتاني لقبل داك الكوان حتى هو داك الغونجمون ديال ايكيا نقادو. ايوا صافي هنايا راه وريتكم الروايات الحاليه اللي حتى صراحه هاد الشيء الاخرى ماشي كلهم خصهم يتقراو، راه تقريبا الاكثريه فيهم هادوك راه قراوهم البنات لان كاين بنتي تبارك الله الصغيره دغيا الكبيره دغيا كتكمل. انا اللي وليت مؤخرا ثقيله في القراءه ديال خصوصا دابا مع هاد يوتيوب بدا ليا الوقت تقريبا كامل. واخيرا البنات غنبارطاجي معكم وصفه ديال البراونيز الاكثريه طلبتوني عليها خصوصا دابا مع مناسبه ذكرى المولد النبوي، الاكثريه كتقولوا لي عافاك بارطاجيها معنا. بالنسبه للوصفه البنات تحتاجوا فيها 6 ديال البيضات، 300 غرام ديال السكر كلاصي، 150 غرام ديال الدقيق، قبصه ديال الملح. بالنسبه للكركاع انا درت 150 غرام ولكن كيبقى لكم الاختيار. الشوكولاته عندنا 250 غرام ديال الشوكولا، كل واحد يستعمل الشكل اللي بغى، انا استعملت شوكولا غيش، و220 غرام ديال الزبده. غادي ناخذ ديك الزبده هي والشوكولاته غادي نذوبهم في حمام مريم وغادي نخليهم تيدفاو شويه. غنجي غير بالخلاط يدوي غادي نخلط البيض مع قبصه ديال الملح، غنحاول هكا نخلطهم شويه ونزيد لهم اكيد السكر كلاصي. صافي من بعد ما يتخلط عندي الخليط مزيان غادي ناخذ هذاك الخليط ديال الشوكولاط والزبده غادي نضيفه على الخليط ديال البيض وانا كنحرك. نعاود ناكد ان
الشوكولاتة يكون بارد ما يكونش سخون. إلا درناه سخون غادي يطيب لينا البيض وغيخسر. صافي من بعد كنضيف الدقيق، راه ساهل غير باش تعرفوا راه كمية الدقيق راه كتكون فيه قليلة، لأنه هو من الداخل راه كيجي بحال ما طايبش. صافي كنخلط الكل مزيان حتى كينتسجم ليا داك الدقيق مع الخليط، وكنضيف القرقع. كي قلت لكم اللي ما بغاش يضيفو تقدروا انكم ما تضيفوش اولا ديروا اي حاجه بغيتو. انا هنايا فضلت انني نديرو هكا في قوالب فرضيه. بالنسبه لكم نتوما راه الا بيديروا في مول راه ديروا مول كبير. هاد الكميه تقريبا انا كندير المول الكبير اللي عندي فيه 30 على 30، كندخلو الفران على درجه 180 تقريبا من 20 حتى 25 دقيقه، ما تخلوش يطيب بزاف البنات، لانه هو في الداخل ديالو كيبقى شفتو كي كيكون في الداخل راه كيكون رطب، كيكون بحال شكل بحال ما طايبش. هو راه من الجناب كيبان لكم مشمع، انا راه نوريكم القياس الكبير ملي كنديرو كبير هي هو. الا درتوه كبير نصيحه اللي نعطيكم باش يجيكم في التقطع مقاد، دخلوه للكونجيلاتور تيشد في راسو عاد قطعوه باش ما يجيكمش، لان كي قلت لكم كيكون بحال ما طايبش من الداخل. بالنسبه للتزيين انا هنايا اختاريت انني نزينو بالنوتيلا. الا ما عندكمش وبغيتو ديروا الشوكولات فضيفوا ليه واحد الدانيت باش ما يبقاش الشوكولات قاصح. صافي وكنديروه هكا في بوش اولا ديروه في بلاستيكه وكنخرجوا خطوط وكنزينو. هنا الاختيار كيبقى لكم، بيتو قبل ما تدخلوه للفران تزوقوه بلي فخويسك ومن الفوق وتخليوه حتى يطيبوا معاه. انا كنفضل هذه الطريقه هذه. التزيين حتى هو كيبقى لكم الاختيار، حتى الى عندكم النوازيط قسموها على جوج وحطوها فوق الشوكولاته هكا وديروا بالجوانب ديالها ورق الذهب كيجي زوين. انا اختاريت هنا زينت بالبيستاش، زينت بورقه ديال الورد، زينت بالفرومبواز يابس، زينت بحبيبات الشوكولات بيض وحبيبات الشوكولات دوك ديال التزيين اولي، وعندي كذلك الورد في الموف حتى هو زينت به. المهم التزيين كي قلت لكم كيبقى لكم نتوما الاختيار، زينوا باش ما بغيتوا اولا خلوه هكاك بخطوط ديال الشوكولات كيجي زوين اولا بلا تزيين راه كيجي زوين. بالنسبه لدوك اللي درت لهم داك الشوكولات بالحليب حاولت هكا ندير فيهم وريقات ديال الذهب غير باش نعطيهم شويه هكا شويه اللون وصافي. مع هما البغاوني ماغون وزدت درت داك الشوكولات ماغون جاوا بحال مطفيين. كان هذا هو الشكل النهائي ديال التزيين. صراحه عشان نقول لكم جربت بزاف ديال الوصفات ديال البغاوني، كتبقى هذه بالنسبه ليا هي احسن وصفه، لدرجه كانت واحد الوصفه كنديرها قبل تقريبا فيها شي نص كيلو ديال الشوكولا والبيضات شي ربعه ديال البيضات، ولكن مع ذلك ما كانتش كتجي في البنه ديالها قد هذه الوصفه. هذه الوصفه البنات باش راه ماشي وصفه ديالي ولا هذا، راه وصفه خاصه بالثيرموميكس. وكنحاول هكا باش نعطيكم العبار بالجرامات باش تجيبوا العبار مضبوط، لان الكيسان كيختلفوا. انا حاولت هكا باش نعبر لكم بالكيسان، ولكن بالنسبه للزبده راه ضروري انكم ما تاخذوها معبوره. بالنسبه للدقيق تقريبا واحد كاس وربع ديال الدقيق اللي خدا ليا، وبالنسبه للسكر كلاصي علين جوج كيسان ديال العنبه بطبيعه الحال باش عبرت، ولكن يستحسن انكم تاخذوا العبار مضبوط باش هكا تصدق معكم الوصفه ناجحه. واش تنقصوا كميه الزبده ولا تزيدوها، واش تنقصوا كميه ديال الشوكولاته ولا تزيدوه، هذوك من الافضل انهم يبقاو كما هما. بالنسبه للشكل الكبير انا هنايا لقطت من الانستغرام حاولت هكا نحطهم لكم باش تشوفوه كي كيجي من الداخل. صراحه راه كيجي معلك من الداخل لذيذه هاد الوصفه. بالنسبه لي بين نقص من كميه السكر هذا كيبقى اختياري. السكر ماشي مشكل انكم تنقصوا ولا تزيدوا فيه، ما غاديش يخسر لكم الوصفه، وانما بالنسبه للشوكولاته والزبده والدقيق فهذوك من الاحسن انكم تحتفظوا بنفس المقادير. الناس السكر تيلا نقصتو ماشي مشكل، هي الوصفه اصلا الثيرموميكس فيها 380 غرام، انا كندير غير 300 بحكم ان مازال كنزينها بالشوكولاته من الفوق. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا منه. نتلقاو ان شاء الله فيديو جديد وصفات جديده ان شاء الله. تهلاو في راسكم، السلام عليكم.